أكيد سلمى، أولى فقراتنا راح تكون طبعا مع ضيوفنا المميزين والمناسبة الخاصة عيد الجيش العربي السوري. ومين قال أنه بجيشنا العربي السوري ما كانت المرأة عم تقف صف واحد مع الرجل، إن كان بالجبهات والميادين وأيضا بساحات القتال، وحتى يعني بكل مكان كان الرجل عم يدافع فيه عن وطنه. اليوم طبعا راح يكون معنا ضيفة مميزة راح نحكي أكثر عن دور المرأة طبعا بالجيش العربي السوري والمساحة القتالية وحتى الصمود اللي كانت عم تقدمه صفا واحدا لجانب رجال الجيش العربي السوري. أكيد زينب، اليوم لنحكي عن دور المرأة السورية ووقوفها بصفوف الجيش العربي السوري. بيسعدنا نرحب بالعميد نجوى ميهوب، رئيس فرع العلاقات العامة بمديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. صباح الخير. كل عام وحضرتك بخير وانتم بألف خير وبلدنا بخير. وبدي عايد بالبداية جيشنا الباسل العظيم بكل مكان، وخاصة جنودنا اللي موجودين حاليا بريف حما وإدلب بالنقاط الصغيرة اللي باقية من الإرهاب، ونحن بفضلهم وبفضل بدي ترحم لأرواح الشهداء اللي بفضلهم رووا تراب الوطن، بفضلهم نحن رجعنا لها الأمان ولها الأجواء الجميلة، ورجعت بلدنا صامدة آمنة. أهم شيء الأمان. وبدي أقول صباح الخير لبلدنا، صباح الخير لجيشنا العظيم، صباح الخير لقائدنا المفدى قائد الوطن العظيم اللي هو بالأساس القائد العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار الأسد. وكل عام وانتم بخير. انت بخير وانت بألف خير. يعني بألف لما خير. نقول المرأة بصفوف الجيش العربي السوري، انتسابها واختيارها الأول، خلينا نبدأ من الاختيار لدخولها لكلية الحربية للبنات. الحياة يمكن شوي غريبة وصعبة، فيها نظام عسكري، فيها يمكن تحمل، قدرة على التحمل، على الصمود والصبر أيضا لمدة 3 سنوات حتى بقى تدخل على هذا المجال. احكي لنا أول شيء، كيف قررتي كنجوى تفوتي على كلية الحربية للبنات، وليش كان القرار، وبعدين كيف حسيتي لما دخلتي؟ هلا بصراحة أنا قررت هذا السؤال ما تفاجأت فيه، لأن أنا قررت إني أدخل لصفوف الجيش العربي السوري مو فجأة. يعني أنا من وأنا صغيرة حتى أهلي بيشهدوا لي هيك إنه شخصيتي مميزة. أنا حتى آراء مدرسيني رفقاتي لما كنا بالإعداد وبالثانوي بعد ما التقيت فيهم وإجيت للجيش قالوا لي نحن متوقعين، ما بنعرف بدك تجي على الجيش وما بنعرف إنه المرأة دخلت الجيش، بس نحن متوقعينك بمكان مثل هالمكان. يعني فلما وقت كنت أنا الدورة السابعة بالنسبة للبنات، المرأة دخلت بالـ81 بالثمانينات، كنت الدورة السابعة. أنا كنت شوف المرأة ترتدي البدلة العسكرية، يعني يتحرك فيني شعور رائع وغريب. وأنا طرحت الفكرة لأهلي وشجعوني كثير، وأخي الكبير هو اللي حتى طرح لي الفكرة وشجعني انه روح على الجيش وصفوف الجيش والتحق فيهم، وكان لهم الايد البيضاء بنجاحي وصولي لهالمكان ولهالرتبه هاي. وانا كثير بعشق هالمكان، وانا لو ارجع لورا يخيروني ما بختار الا ان يكون بصفوف الجيش العربي السوري. سيادة العميد، يعني دائما الجيش يعرف بانضباطه وتهذيبه للجندي، ومهما اختلفت حياته ولكن ضمن الجيش في نوع من النظام ونوع من الترتيب. وعادة يقال انه المرأة هي الكائن الأرق، هي الكائن هي، ولكن المرأة المقاتلة كانت رمز لهذا الانضباط ورمز للقوة وبنفس الوقت للحنان. نحكي شوي عن حياة المرأة المقاتلة بالجيش العربي السوري. هلا شوفي، يعني احيانا بتحسي انه فعلا المرأة شخصية بدها تفسيرات علم نفسها وهيك، يعني لانه مثل ما قلتي حضرتك انه رغم الرقة والحنان والأنوثة بنفس الوقت بتعكس بجزء هذا احساس الشعور تربينا عليه من صغرنا ضمن البيئه، الاهل بيربونا عليه، المدرسه عقائديا. يعني بتحسي في عندك شعور في قوه
في تناقض يعني، بس حلو بيلتقى بشخصية كتير حلوة يعني المرأة العسكرية. وأنا كتير كنت دافع عن الفكرة وقت ساويت دورة الركن، كنت المرأة الوحيدة بين 500 ضابط مثلا، فكانوا يقولوا لي إنه يعني أحيانا بدي يحسسوني إنه أنت مثلنا، قال لي لا أنا بمثل المرأة السورية العسكرية بصفوف الجيش العربي السوري. فكتير حلو يلتقى قوة الشخصية والقساوة في بعض الأحيان مع الانضباط. والانضباط طبعا والنظام. هلأ المرأة بالبيت بتحسيها هي اللي بتساوي الانضباط ببيتها ونظامها، نظام أولادها، فيقتن فطورهم كذا، وهالشيء بنتعلمه بتنصقلها الشخصية وقت بنلتحق بالكلية الحربية للبنات. يعني طبعا هذا الشيء بيكون بنتلقاه وبيصير بشخصيتنا من خلال التدريب. أنا كنت مدربة بكلية البنات، لما وقت بتلتحق عندنا الطالبة مدنية بيكون شخصيتها مثل ما قلتي ميالة للأنوثة أكثر وهيك. طبعا هالشي ما بنفقده أبدا، ما بعرف إذا الآخرين هن بيقيموا يعني، بس التدريب هو اللي بيسقل شخصية المرأة وبيعطيها قوة الشخصية، بيبرز هالجانب القوة اللي عندها للمرأة. وشفنا نحن القوة موجودة عند أمهات الشهداء وأمهات الأبطال وأمهات المصابين اللي حاليا موجودين. وبيجوا أنا ما بدي أحكي عن شغلي، بس بيجوا لعنا على المكتب بحس القوة فيهم بدون شيء هيك تطلع وقت اللي بيتعرضوا لهالفقدان او الفراق مع اولادهم الابطال. فنحن بنظهر هالجانب بشخصيه المراه الموجود هو بالاساس من خلال التدريب. بس نحن لما بنختار المراه ما بنختار يعني اي امراه. هلا احيانا الجانب الانوثه او الحنان بيطغى للجانب القوي، فوقت اللي بتخضع لفحوص المراه لها فحوص طبيه ونفسيه وثقافيه قبل ما تنقبل بالكليه، فبننتقي نساء مميزات عندهم حتى من القوة الشخصية بالأساس بده يكون فيهن مواصفات مميزة، وبنبرز هالشي من خلال التدريب. أنا كنت مدربة بالكلية، يعني أنا بفتخر بأنه أنا دربت لسنين طويلة مقاتلات أثبتوا بهالأزمة فعلا بأنهم نحن. أنا بحس إنه تعبي ما راح هيك سدى، يعني لما بشوف الأعمال البطولية اللي قاموا فيها. نعم، يعني كنا بدنا نسألك عن دور المرأة المقاتلة، خلينا نقول كمان خلال 8 سنوات اللي مضت ممكن لهلأ ما زالت يعني عم تأدي مهام على أكمل وجه. كثير من الشهداء أو الشهيدات كمان فقدناهم، رحمة لروحهم أكيد، بأعمال مشرفة وبطولية. دور المرأة المقاتلة خلال الأزمة أو الحرب على سوريا كيف كان، وشو هي الصعوبات اللي عم تواجهكم كمرأة بالجيش العربي السوري، خاصة ملتزمين بعائلة، ملتزمين عندكم أكثر من التزام يعني. صحيح. فهو بده توازن وبده كثير من فعلا أنه تضبط وقتها بحيث تأدي مهامها بأكمل وجه. صحيح. هلا أول شيء دور المرأة كان بالأزمة، المرأة المقاتلة طبعا لا شك بأنه المرأة تختلف فيزيولوجيا إلى حد ما عن الرجل كقوة جسدية، بس الحرب الحالية مو بس بدها قوة جسدية كمان، يعني قوة نفسية وعقائدية وفكرية. ونحن بنربي وبنعد طالباتنا او مقاتلينا خلال التدريب على هالشيء هيدا. وخلال الازمه الكل شاف انه شاركت الى جانب الرجل، كانت الى جانب الرجل بمعظم المناطق الساخنه بجوبر وبداريه، شنق الناسات الكل شافها، وقدموا الشهداء، شهداء ومصابين. حاليا بالمكتب انا عندي مقاتلات كانوا مشاركين وأصيبوا ونقلوا لأعمال إدارية. للفكرة اللي كان تقابل عند بعض الناس أنه المرأة بالجيش أعمال إدارية،
بس هي الحقيقة نحن لما بنجي على الكلية الحربية للبنات تدريبنا ما بيفرق أبدا عن تدريب زملائنا وأخواتنا في السلاح في الكلية الحربية للشباب أبدا، نفس التدريب طبعا بيعطي قوة الرياضة، بنركز على الرياضة، الرماية، الأعمال اللي فيها جهد، فما بتفرق الوقت اللي إمتى أثبتنا هالشي. هيدا بالأزمة تفاجأت الناس انه لا هدول مو بس اعمال ادارية، يعني نزلوا على ميدان القتال ووقفت جنب الرجل وحملت السلاح ومنه ساقوا الدبابة، يعني وعندنا شهداء الله يرحم جميع الشهداء. يعني نعم. سيادة العميد نحن فخورين اليوم أنه تكون أولى محطاتنا بهي الحلقة الخاصة مع مقاتلة سورية، بنفتخر أكيد فيكي وبكل مقاتلة بالجيش العربي السوري. بس قبل ما نختم حديثنا، شو تحبي توجهي رسالة لرفيقات السلاح أيضا ولرفاق السلاح أبطالنا بالجيش العربي السوري؟ أنا بقول لهم أول شيء لرفيقاتي تحديدا أنه الصورة اللي فعلا عطوها أو أثبتوا وجودهم وفعلا وجود المرأة بالجيش بهالأزمة أثبت أن المرأة فعلا وجودها فعال إلى جانب الرجل، ما بدي أقول مثل الرجل، إلى جانب الرجل، أن نستمر بهالشيء. وخاصة لرفيقات المدربات في الكلية اللي ما يرفضوا الجيش بالمقاتلات، وبدي عايد رفاقي، وطبعا لما بقول رفاقي انضباط صف ضباط وأفراد مجندين، حتى القوات الداعمة بعايدة بالجيش بعيد الجيش العربي السوري، وبارك لهم بالانتصارات المشرفة اللي حققوها وخلونا نقعد بهالأمان وبهالأجواء والاطمئنان. وبعايد قائدنا قائد الوطن القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد، بعايد كل الشعب السوري، بعايد كل أم شهيد قدمت ابنها فداء للوطن حتى يرجع الوطن آمن مثل ما كان وأحسن بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف خير. نحن بنتشكرك على وجودك معنا اليوم، زينتي لنا حلقتنا كمان الخاصة بعيد الجيش العربي. شكرا. السوري العميد نجوى ميهوب رئيس فرع العلاقات العامة بمديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، يسعد صباحك. كل عام وأنت بخير مرة ثانية. شكرا لك. بلدنا صباحكم جميعا. شكرا. شكرا.